اعمل ايه لما السلبي ده يكون حد من اهلي؟ من المره اللي فاتت الحقيقه لقيت صدى واسع جدا للحلقه حضرتك، يعني كنت كل اسئلتك نيره كالعاده، فلقينا الناس مستجيبه بشكل كبير جدا، بس استجابتهم حتى كان فيها معاناه. ده ممكن يكون حد من اهلي كده، ده انا اسرتي كلهم كده، ده هم اللي فشلوني، ده هم اللي موقعيني، ده هم حاجات من هذا القبيل. من اخطر الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا ان احنا بنكمل مع الشخصيات السلبيه. يعني سين من الناس ما بيأذنيش بس ما بيردش غيبتي لما انا اؤذى في حضوره، فانا اقول ايه، خلاص اصل فلان ده طيب. ده كلام منتهى السلبيه. ليه؟ لانك طول ما انت بتقبل منه انه يظل سلبي هو هيفضل سلبي طول العمر. علشان خاطر تعالجه هو شخصيا لازم اول حاجه تعملها انك تبعد عنه، عشان يعرف ان في حاجه اسمها حقوق لازم تترد حتى في غيبه اصحابها. طيب هل الاسره الواحده ممكن تكون معوق للنجاح؟ مش بكلمك هنا بقى زوج او اخ، لا ده انا بكلمك الاسره كلها. ايوه، بما فيهم الاب والام، ممكن هم يكونوا فعلا اللي بيشعوا هذه النيجاتيف انرجي وسط الناس اللي في نفس الاسره الواحده. عارفه المثل العظيم من جاور السعيد يسعد، والمثل العظيم برضو اللي هو العكس من جاور الحداد ينكوي بنار. اهو الشخص السلبي ده هو الحداد، وده اللي قاله سيدنا النبي، حامل المسك ونافخ الكير. شوف انت قريب من انهي واحد منهم. يعني لما تروح بيتك وتقابل واحد من اخواتك، او تقابل جوزك، او تقابل مراتك، وكل حاجه هو بيقولها انا تعبان، انا عيان، انا تعبت النهارده، بهدلوني في الشغل. الشخصيات دي علميا بنسميها ممتصه الطاقه. يعني ايه ممتصه الطاقه؟ عارفة لما تكون عندك طاقة نفسية كده كويسة وعايزة تنجحي في حياتك وعايزة تسعدي في دنيتك، وتلاقي حد جنبك ويفضل يقولك ده أنا بيحصل لي وعندي مشاكل وعندي بلاوي، وما كل ما تقدم مش عارف يحصل لي إيه، والدنيا سيئة والدنيا سودة. أول حاجة تعمليها لازم ما تسمعيش لهذا الشخص. الشخصيات دي اسمها ممتصة الطاقة. طيب ده النوع الشكاي، ده سلبي. النوع الأولاني اللي اتكلمنا عنه الأخطر سلبية، اللي هو لا بيصد ولا بيرد، اللي هو حد لا بيقدم ولا بيأخر، اللي هو حد لا بيفيد ولا بيضر. والشكاي ده اللي هو دايما شخص نيجاتيف، ده بيشع النيجاتيفيتي كده على الناس اللي حواليه. تمام، تلاقيه مثلا يجي داخل المترو، هنلاقي المترو كله ناس بتكربسه فوق بعض، راكب عربيته استحاله هنلاقي راكنه، ده الدنيا زحمه حاجه كده، يعني مفترض الاسوأ دايما. النوع الثالث من الشخصيات السلبيه اللي هو الافويدنت بقى بيرسوناليتي، اللي هو بيتجنب، وده بيبقى شيء او شكل من اشكال الاستسلام، زي ما عمل اسلام كده لما كان بيتصل بيقول لنا ايه، انا حاولت معاهم وما لقيتش حنيه وما لقيتش مقربه وما لقيتش وما لقيتش. وده كان نفس النموذج، شفت الست اللي حكيت لك عليها اللي كان ابنها بيهنها عشان خاطر كان هو محور اهتمامها، الشخص المهين. واحنا هنا قلنا ان مساله الاخوه مش تشريع بس بيحصل لينا عن طريق الانبياء، وقلنا ان سيدنا يوسف كان ليه 11 اخ، ولكن لما لم تفيده بشيء، اللي وقفوا جنبه ناس مش اخواته. وقلنا ان سيدنا محمد اهله عملوا معاه ايه، حاربوه واذوه وطردوه وبالباطل اتهموه وحاولوا يقتلوه، اللي وقفوا جنبه مين؟ ناس مش من اهله اصلا. فاللي بيحصل مع الرسل والانبياء ده تشريع لينا احنا، ما بيحصلش ليهم علشان مواقف فرديه. وقلنا ان تغيير الخطاب لما يقول لك انت اخويا وحبيبي وانا عايزك، وبعد ما تنتهي المصلحه ان ابنك سرق. تمام، المساله في الاول كان اخونا لان عندنا مصلحه، بعد كده بقى ابنه لان المصلحه انتهت. كل دي حاجات احنا مطالبين بان احنا يبقى عندنا وعي نفسي بالقران والسنه والكتاب المقدس. صحيح. لذلك في الكتاب المقدس يقول ايه، من اجل ذلك فليترك الرجل اباه وامه. من اجل ذلك اللي هو الزواج مثلا، فليترك الرجل اباه وامه وليلتحم بشخص آخر ليصير كيانا واحدا. هو هنا بيقصد ايه؟ بيقصد ان انت لو لقيت في شخص في اسرتك القريبة، اب ام اخ، بيمارس عليك نيجاتيفيتي، انت مطالب انك تبني لنفسك حياة خاصة. في مرة من المرات جالي حد العيادة، وست جميلة لطيفة كده، وخير يا فندم، قالت لي انا بشتكي من ابني، ده عامل لي مشاكل، ده ضخمة جدا وعامل لي كوارث في البيت. طيب خير ايه يعني، بيعمل ايه؟ لا ده بيعمل كل حاجه، بيشتمني بيضربني بيسرقني بياخد فلوسي بياخد حاجتي، بيعمل اللي هو عايزه يعني. طب عندك ايه اولاد؟ عندي 2 تاني كويسين، سيبك منهم دلوقتي مش مهم، وعايزك تكمل كلام عن هذا الشخص. خدي بالك ان لما سئلت عن الكويس قالت ايه، مش مهم، عندي 2 كويسين مش مهم.
فلانهم كويسين مش مهم ان هي تهتم بيهم اصلا، مش معيراهم اي اهتمام، وكان كل تركيزها على هذا الشخص اللي مش كويس من ولادها. طيب لما شفت الشخص ده بقى بعد محاولات كبيره ان هو يعني يتقبل موقف العلاج، كان بيقول ايه؟ بيقول لي انا باخد حقي بقله الادب، هبقى مؤدب ليه؟ لما تيجي تبص هنا المشكله مش في الولد، في الاهل، المشكله في الام، ان هي نيجاتيف ماذر. النيجاتيف ماذر دي احيانا بتخلق هذا النموذج، ان هو تلاقيه مضطر يا يقعد معاها ويعاملها اللي هو الولد الكويس بقى. لما قابلت حد من ولادها الكويسين اللي هي عملت بايديها كده عليهم دول، فقلت له طبعا الولد كان عنده ديبرشن، عنده اكتئاب، فقلت له انت يعني الوضع ده شايفه ازاي؟ قال انا قدامي حل من اتنين، يا بقى قليل الادب مع امي، يا اما ابقى متجنب فتحول لافويدنت بيرسوناليتي. فاسلام ممكن يكون من هذا النوع، اللي هو لا انا مش هاخد حقي، مش هنتزع منك الاهتمام، او مش هنتزع من ابويا او اخواتي الاهتمام. تمام، خدي بالك ان مساله الاسره دي من اهم المعوقات السلبيه لو الاسره نفسها ملخبطه نفسيا. سيدنا يوسف كان ليه 11 اخ، بس تفيد بايه اللمه طول ما النفوس حاقده ملهاش لازمه اصلا. وخدي بالك ان تغير الخطاب الاسري بيعبر عن تغير الحالة النفسية عند الأسرة. اللي وصل إسلام وكتير ناس زيه كده هي مسألة إن اللغة نفسها ما بقتش موجودة. يعني إيه لغة؟ أرسل معنا أخانا نقتل، لما كانوا أخوات سيدنا يوسف عايزين ياخدوا بنيامين عشان يروحوا يتكسبوا من وراه أو يستفيدوا من وجوده، قالوا سيدنا يعقوب إيه؟ أرسل معنا أخانا. طب لما مصلحتهم خلصت وأخوهم ده وقع في مشكلة، رجعوا لأبوهم قالوا إيه؟ إن ابنك سرق. في الأول كان أخوهم لأن ليهم مصلحة، وفي الآخر بقى ابنهم، ابنه هو، لأن المصلحة خلصت. أيوة. أنت واخدة بالك قد إيه السلبية دي ممكن تحصل؟ مشاكل الجهاز الهضمي عادة هي أول الأعراض اللي بتظهر من التوتر النفسي. فاكرة الناس كانت بتروح امتحان أول حاجة تجيلها إيه؟ إسهال وإمساك، مغص بقى وكده، بعدين تلبك مش عارف إيه، بعدين ميل القيء، بعدين قيء فعلي. واخد بالك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي الاثنين اللي بتظهر فيهم السايكوسوماتيك سيمبتومز اللي هي الاعراض النفس الجسديه. تمام، ده بيبقى ريليتد، يبقى اشخاص، يعني تشوفي شخص داخل عليكي كده خلاص اتعفرتي، او باماكن، يبقى موجود في مكان ما. المكان عاده اما ان يكون بيمارس فيه الشخص بعض الطقوس اللي تحطه اندر ستريس، يعني مثلا واحد بيشوف مامته كل حين ومين، فلما يشوف مامته يعيا ليه؟ كديفنس ميكانيزم ان هو عايز يفضل معاها اطول وقت ممكن. يعني احنا بنطالب الدكاتره في التخصصات التانيه وخصوصا تخصصات البطن والجهاز التنفسي، من فضلكم لما تلاقوا حاجه ريليتد بالاعراض النفسيه قول له بعد اذنك روح لحد بتاع سايكوثيرابي، ده مش هيديك دواء وهتلاقي الامور بقت ماشيه كويس. فرق كبير جدا ما بين الناس بتاعت السايكاتري اللي بتدي ادويه وما بين الناس بتاعت السايكوثيرابي اللي بتعالج من غير دواء. مساله يعني شتان، مجرد ان احنا بناخد الخطوه دي الامور بتبقى احسن كتير.